لا يقلل الأهم من الأهم، والأهم معاني الفشار لازم يشوف القرعة. القرعة معاني الفشار للبالغين بتسمح إن هي تكون في اليوم طبعاً أقراص. القرعة، القرعة الآمنة التي لا يتأتى عنها أقارب جانبية أو خلق لإحدى التحذيرات والمحاذير لهذه النشرة قد يصل اعتباره منها إلى أقراص. هذا هو الدور الفاعل، هذا هو الدور العظيم المؤثر الذي اشركت به النيابه العامه المتهمه الماسنه في جريمه القتل العام. من الذي تلقى تلك المعونه؟ من الذي كنا واديناه هذا الصنيع؟ من هو الفاعل الاصلي؟ وهذه دي بقى اود ان اقول ان شهاده الدكتور رائد في حق المتهم الاول من انه طبيب بارع، حتى ان زملائه ومن شاهدوا في تلك الاوراق قالوا عنه انه عضو بارز في الفرق الطبيه وانهم يتقاتلون لاجل ضمه للفرق العلاجيه للسنه. اود ان اخلص من هذا القول الى امر واحد، امر واحد، ان من منح هذه الاقراص المخدره وفقا للثابت في الاوراق هو شخص يعلم كيفية التخدير والإفاقة، أن من تم منح تلك الأقراص هو شخص متخصص يقوم بإجراء عمليات جراحية دقيقة في العمود الفقري ويعلم من أين تؤكل الكذب بشكل إجراءات وتداعيات التخدير والإفاقة. ومن ثم لم يتسلم إلى وجدان المتهم ومخيلتها أن هناك قبر قد يحدث. هذا في مقام نفس القصد الاحتمالي. عقد ذلك الأدهى والأمر من ذلك، ماذا عساها كي تفعل المتهمة لتفر من أمام تلك الجريمة التي لم تكن تحتمل بدينها ولم تكن تحتمل توقعها أو تحتمل وقوعها وتتوقع وقوعها واحتماليتها؟ عقد تمام المشروع الإجرامي ظلت تهاتف وتهاتف تهاتف وتهاتف، تهاتف المتهم الأول، تهاتف المتهم الثاني، حتى ألجأها الخشية والخوف على المبني عليه أنها هاتفت هاتف المبني عليه وهذا ثابت بأحوالها. حتى قام المتهم الأول بالرد عليها، تكلم تمام. ماذا فعل تكلم؟ أنه قد تم بالفعل كما كان بالإجابة عن المبني عليه، تم حقن في الوريد العمقي للمادة المذكرة، تم فرض السيطرة عليه وتحصلنا عن ماله، ويفترض أن ما بقى من المشروع الإجرامي هو رفض المبني عليه لأي مدرس أو أي مستنقص، إلا أن المتهم أحمد شكا وبعد ذلك لأيام خلت قرر لها أننا قمنا بفرض المبني عليه. المتهم بتاعتي الإجابة المزجدية، الإجابة المنوعة، الإجابة المنوعة في تحقيقات هذه الحوادث مكتس. انتفاء ترشح كافة العناصر والمقومات الثابتة في مدارس الدعوة. كما أن وأخيرا حينما أجاب المتهمة عن سؤال السيد المحقق بشأن القصد الاحتمالي قررت انها توقعت امرين لم يكن من ضمن المحتملات. قالت انها كانت تخشى ان يقاومهم او يكون فوقهم، وهو لم يقاوم وهو لم يفتح، وهو لم يقاوم وهو لم يفتح. وبناء عليه صاحب المقام الرفيع تمس الحاضر استنقاذ مستقبل جميله هوت فهوت احبت فسقطت وهي لا زالت مقيدة إلى الآن في مداول النقابة. وأشكر الحاضر لهيئة المحكمة سعة الصبر ورحمة الشكر عنها إن شاء الله. أنا Thank you.
برامج تقريبا ده حلو صح. ثبت الواقع على المتهم الاول والمتهم الثاني وعارف هو بيعمل ايه وقال لك انا هقول الحقيقه. شكرا يا جماعه. اعدام اول وثاني اعدام. ممكن الثاني ياخد مؤبد بسبب يعني ممكن المتهم الثاني بسبب نقص الدليل ياخد مؤبد لكن الاول خلاص ما زدتش تصوير في النهار طب خلاص انا عمري ما بدخل في عمل. لو سمحت شوف كرني سعادتك كده.